وللحديث حول مضامين المؤتمر والتطلع إلى المستقبل المشرق للشرق الأوسط ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي محمد العنقري. مساء الخير سيد محمد، كيف ترى مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض؟ وهل يعتبر كما ذكر الجميع هو خطوة جديدة لتحقيق رؤية 2030 التي أعلن عنها سابقا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم السادة المشاهدين. بالتأكيد هذا المؤتمر هو تتويج للأعمال والجهود التي تتم على مدار العام في الشق الاستثماري، خصوصا أن المملكة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة وفتح الفرص الاستثمارية من خلال القطاعات الجديدة التي الآن يعني يتم التركيز عليها، سواء في الصناعات التعدينية أو الترفيه والسياحة وغيرها من القطاعات التي كانت نسبة تأثيرها بالناتج المحلي السعودي محدودة. لذلك هذا المؤتمر هو جامع وهو يعني تتويج، لأنه يجمع يعني كبار المستثمرين عالميا. هناك الحضور، لو جمعنا الأموال التي يديرنا هي بالتريليونات، وهم يبحثون عن الفرص جغرافيا، والشرق الأوسط يعني مثل ما ذكر سمو الأمير هو أوروبا الجديدة، لأن فيه فرص كبيرة جدا للنمو ولعقود. ولذلك يعني الجميع يبحث عن الاستثمار فيه، خصوصا يعني إذا ما نظرنا إلى الدول التي تتطلب يعني منها جهود كبيرة لتحافظ على قوتها الاقتصادية مثل الصين أو روسيا، التي تحاول أن تعزز حضورها الدولي من خلال الاقتصاد وليس فقط من خلال السياسة أو العسكرة. لذلك هم يبحثون عن الفرص، والشرق الأوسط ذاخر بالفرص، وطبعا المملكة العربية السعودية هي من أكثر الدول التي تتوفر فيها فرص استثمارية. ولذلك هذا المؤتمر هو يجمع الآلاف من المهتمين، وهناك أكثر من حوالي 140 متحدث يعني يضيفون الكثير لهذا المنتدى، وهو بدأ ناجحا من العام الماضي وأخذ زخم كبير، وأصبح الآن من المنتديات أو المؤتمرات الدولية المعروفة مثل دافوس وغيرها. نعم. أي بمعنى أنه يحظى باهتمام كبير، ونعلم أن المؤتمرات إجمالا هي جزء من القوة الناعمة التي تحتاجها الدول لكي تسوق اقتصادها واستثماراتها، وصناعة المؤتمرات هي صناعة مهمة جدا في عصرنا الحالي. نعم، المحلل الاقتصادي محمد العنقري من الرياض، شكرا جزيلا لك.